مساء الخير. بعد ما استمتعنا النهارده بحوارات بنجوم كبار كانوا معانا النهارده، جيرالدو نجم النادي الاهلي في كره القدم، كابتن مختار مختار نجم كبير كابتن النادي الاهلي، خلينا نخرج من كره القدم ونروح لنجوم في النادي الاهلي حققوا انجاز كبير لمصر، حققوا انجاز كبير لنفسهم، صدقوني عملوا حاجه ما اتعملتش من 18 سنه في كره اليد. خلينا نعرفكم بنجومنا الكبار في كره اليد، لعيبه النادي الاهلي ولعيبه منتخب مصر حققوا المركز الثامن على مستوى العالم في بطوله العالم الاخيره بالالمانيا الدنمارك. كابتن عمر حجاج مساء الخير. مساء الفل. منورنا. الله يخليك يا كوتش. يعني فكرتنا بالزمن الجميل لكره اليد. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا كابتن عمر. ونجم الدوره ومولد نجم كبير ومولد نجم فعلا له كل الحق نقول ان الدوره دي كانت نجم اساسي جوه الدوره او جوه بطوله العالم، كابتن عصام الطيار حارس المرمى اللي شالنا يعني بقوه في بطوله العالم، لازم نرحب بيه ونقول له مصر كلها فرحانه بيه. كابتن عصام مساء الخير. كوتش اول حضرتك ايه؟ منورنا. ربنا يخلي حضرتك. صدقني حاله جميله عملتها مع الناس. والله الحمد لله الدنيا عدت على خير يعني في البطوله دي والله الحمد لله. خلينا نتعرف على كواليس كتيره منهم. عملوا ايه في بطوله العالم واستعدوا ازاي؟ بس خلينا نروح لاخر ضيف عندنا في اول فقره النهارده هو كابتن عمر الوكيل وهو الشهير ببكار احد نجوم مصر. دي حقيقه وجناح طاير من اسرع يعني نقول ايه؟ اسرع من كارلوس. سريع جدا جدا جدا. نرحب بيك كابتن عمر. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الدنيا تمام؟ كله تمام الحمد لله. الحمد بعد ما رحبنا بضيوفنا خلينا نطلع تقرير عن نجوم النادي الاهلي في بطوله العالم وترجعوا لنا مره ثانيه. نجح المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد في حصد المركز الثامن ببطولة العالم رقم 26 والتي أقيمت بتنظيم مشترك بين دولتي ألمانيا والدنمارك خلال الفترة من العاشر وحتى 27 من يناير الجاري. عبر منتخبنا الوطني الأدوار التمهيدية استطاعوا الوصول للدور الرئيسي بل والدخول للثمانية الكبار بعد غياب دام 18 عام. أبناء النيل قدموا بطولة كبيرة استطاعوا مقارعة كبرى الدول، ظهروا بشكل مشرف جعل الاتحاد الإفريقي والعالمي يشيدون به في برقيات التهنئة المرسلة للاتحاد المصري. شارك مع الفراعنة في المونديال 7 لاعبين هم إسلام حسن، إبراهيم المصري، عمر الوكيل، عمر حجاج، محمد عصام الطيار، أحمد خيري، عبد الرحمن فيصل. قدم أبناء القلعة الحمراء بطولة مميزة حيث صنع المايسترو إسلام حسن العديد من الفرص خلال لقاءات منتخبنا، كان مع زميله أحمد خيري محور الأداء الهجومي للمنتخب الوطني. أما صخرة الدفاع إبراهيم المصري استطاع إفساد العديد من الهجمات للفرق المنافسة على مرمى منتخبنا بفضل خبراته الكبيرة، كما ظهر عبد الرحمن فيصل بتطور واضح لمستواه على الرغم من صغر سنه. كان من العناصر التي يعتمد عليها الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني لمنتخبنا في الخطط الدفاعية. أما عصام الطيار هو مولد نجم جديد في بطولة عالمية نجح في التصدي للعديد من الكرات الخطيرة على مرمى منتخبنا، كان أحد نجوم البطولة، كما قدم عمر الوكيل بكار أداء مميزا خلال الأوقات التي لعب فيها على المستوى الدفاعي والهجومي، كان أحد أسلحة الهجوم الخاطف، كما كان عمر حجاج عند حسن الظن به بعدما دخل لقائمة منتخبنا الرئيسية بعد مباراتين من انطلاق البطولة أعاد للأذهان من جديد. منتخبنا نجح في رسم البسمة على شفاه المصريين، رفع سقف آمالهم وطموحاتهم للفوز على كبرى المنتخبات العالمية في قادم البطولات. مصر ستستضيف بطولة العالم المقبلة بعد عامين، سيكون لاعب الأهلي كعادتهم، هم الذخيرة والقوام الرئيسي لمنتخباتنا الوطنية، نأمل في أن يقودوا منتخبنا للمضي نحو الأدوار النهائية من البطولة المونديالية الصعبة.
عملوا انجاز كبير. عملوا انجاز للشعب المصري، بس خلينا نقول ان لعيبه النادي الاهلي كانوا فعلا محور اداء جوه المنتخب المصري. خلينا نتعرف عليهم اكتر وكواليس اكتر. كابتن عمر، الانجاز ده انجاز كبير، الانجاز ده وصلنا له ازاي؟ والله كوتش، هو يعني طبعا الحمد لله ده حاجه جت بعد تعب اكتر من اربع شهور الناس كلها سايبه بيتها وسايبه عيالها وسايبه مذاكرتها، كله متجمع مع بعض علشان هدف واحد، ان احنا نقدر نطلع احسن حاجه عندنا. بغض النظر بقى ايه اللي ممكن، يعني احسن حاجه عندنا دي ممكن توصلنا لفين، اهم حاجه عندنا ان احنا نطلع احسن حاجه عندنا وبعد كده نشوف بقى النتيجه ايه. فالحمد لله يعني الراجل جه اشتغل معانا مجموع مثلا 3 شهور او حاجه زي كده. صحيح ما خدناش السيستم بتاعه كله اللي المفروض يعني ناخده، بس يعني اللي هو قدرنا نطلع على قد ما اتمرن بس. فالحمد لله وربنا وفق وصيرنا المركز الثاني. كابتن عمر، الانجاز ده يعني بيمثل ليك ايه بعد ما كانت مصر بتلعب في المراكز تحت الدور الثاني؟ الاتحاد المصري التارجت بتاعه انه يطلع يوصل الدور الثاني بس، لكن التارجت بقى رايح بطموح لعيبه جوه ارض الملعب. والله انا عايز اقول لحضرتك كابتن خالد، احنا يعني زي ما عمر كان بيقول احنا تعبنا قوي قوي، وكل الناس كان عندها طموح كبير ان النظام، حاسين ان النظام ابتدى يتغير، الدنيا ابتدت تتحسن سواء على مستوى الاتحاد. الاتحاد دعم الناس كويس جدا، مدرب واحمال ودكتور، ويعني كل الجهاز الفني والاداري كان مجتمع على حاجه ان احنا بنتطور. زائد كمان طبعا الحمله اللي هي بتاعت الدعايه الجديده بتاعت برزنتيشن اللي دخلت، الموضوع كله داخل بيحفز الناس كلها، بيقول للناس اعملوا حاجه. حسيت انت بتلعب في ارض الملعب جوه مصر وانت الاعلانات حوالين الملعب وتحس بالاجواء المصريه؟ بالظبط، هتحس ان انت لا، في حاجه مختلفه يا جماعه. احنا بنتطور والناس كلها تعبت. يعني شوف بقى بعد كل ده الناس بذلت مجهود، يعني ناس فعلا كانت بتموت في التمارين، بتتعب من كتر التمارين، احنا زهقنا بقى عايزين يلا نبتدي نلعب بقى. ربنا الحمد لله يعني كرمنا بعد كل المجهود ده وصلنا لحاجه زي دي. طبعا حاجه يعني مش عايز اوصفها لك، يعني حاجه سعاده جميله، سعاده جميله جدا، سعاده جميله. خلينا نروح لنجم، هو فعلا مولد نجم في بطوله العالم. خلينا نعرف يقول احساسه قبل ما لعب بطوله العالم وبعد بطوله العالم، هو كان رايح لفين، رايح يعمل ايه بالظبط في بطوله العالم. كابتن عصام طيار، كابتن عصام عملت حاله كبيره في مصر، الناس في مصر واحنا ماشيين وكل كره اليد بتتكلم في عصام الطيار وكل طبعا المنتخب المصري، لكن انت عملت حاله مختلفه، كان مولد نجم في بطوله العالم. احنا اول حاجه انا عايز اقول حاجه معينه، احنا اللي حصل في بطوله العالم دي نتيجة مش بس مجهود زي ما عمر قال، لا ده نتيجة روح غريبة في المنتخب من بداية التجمعات. احنا بقالنا اكتر من 4 شهور تقريبا، 6 شهور تعبانين، الناس فعلا سايبة بيوتها وسايبة حياتها، الناس بتتمرن، الناس بتروح من ماتشات على معسكرات، من معسكرات على تمارين، على سفر، على ماتشات، على مش عارف ايه. لا الموضوع كان مرهق جدا. انا احساسي ان انا طالع بطوله العالم دي كان بالنسبه لي حاجه، طبعا دي اول مره، دي اول بطوله عالم ليا، دي كانت بالنسبه لي حاجه كبيره. مش عايز انسى حاجه، بس كل اللي اقدر اقوله ان الموضوع كان فيه تحفيز جامد جدا من اللعيبه. بجد كان في حاله غريبه جدا بين اللعيبه وبعضها، في روح غريبه جدا. اكتر الناس كانت بتسبورت ليا كان اللي في مركزي. ممكن الكلام يبقى طبعا بالنسبه للناس، الروح دي بانت في الملعب. يعني اكتر مثلا واحد كان في ظهري على طول كان كريم هنداوي، اكتر واحد كان مديني الثقه على طول كان كريم هنداوي. عرفنا نوصل للروح اللي اتشافت في الملعب دي وللحب اللي وصل في الملعب واللي وصل للناس، كل ده عن طريق الروح وعن طريق المجهود بتاع 6 شهور، اللي هو فعلا يعني فعلا الناس حست بقى لما رجعنا ان احنا، لا يا جماعه المجهود دوت ما عداش بالسهل. استقبال على اعلى مستوى، دعم من الوزاره ومن مجلس اداره الاتحاد على اعلى مستوى،
الكلام ده احنا ما كناش بنشوفه قبل كده، الكلام ده جديد علينا جديد بصراحه جديد علينا. يعني نشكرهم اكيد ان وزاره الشباب والرياضه بتوسيله في الدكتور اشرف صبحي ومجلس اداره الاتحاد المصري بتوسيله في المهندس هشام مصري للاتحاد، اكيد لازم نشكرهم، اكيد عملوا حاله كويسه، اكيد دعموا كويس. وتالت واحد برضه لازم نشكر الاستاذ محمد كامل رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن سبورت، ان الثلاثه دعموا من كل الاتجاهات عشان نوصل للحاله دي. لكن قول لي احساسك قبل بطوله العالم وانت رايح بتلعب بطوله عالم، واحنا كلنا صغيرين بنبقى عندنا رهبه، لكن انت اتولدت نجم جوه البطوله. هقول لحضرتك على حاجه يا كابتن خالد، حضرتك اكيد يعني في حيز راس المرمى، خلي بالك طبعا طبعا كابتن خالد بالنسبه لي يعني هو اللي مربيني يعني قبل ما بجد والله العظيم، وكابتن خالد واقف جنبي في حاجات كتير جدا. انا واحنا رايحين بطوله العالم، انا بالنسبه لي انا كانت اول بطوله ليا كانت افريقيا اللي فاتت في الجابون، كان ليه شوط ولا اروع ولا احسن من كده، كان ليه دور حتى كان في ماتش الفاينل كان ممكن يبقى دور بسيط شويه. كان بالنسبه لي انا كنت حاطط في دماغي ان انا بجهز لبطوله عالم شهر واحد من شهر واحد بتاع الجابون ما شاء الله. طب يا جماعه الموضوع طب هل الجون دوت كان صدفه، كان خد لقطه كده وخلاص؟ ده كان بالنسبه لي تحدي لنفسي هايل. كان عندي ثقه في ربنا، وكنت بتعب وبشتغل، والصراحه اللعيبه كانت في ضهري جدا، بكار كان في ضهري جدا، يعني انا مش عايز انسى حد، بس ده حقيقه بجد والله العظيم. كل انت عملته فعلا زي في كلمه مهمه، انت عملته حاله، كل لعيبه 18 لعيب في منتخب مصر عملوا حاله، فعلا حاله كويسه. خلينا نقول ان هم 18 لعيب بيمثلوا مصر، احنا هنا في قناه الاهلي بنجيب معانا لعيبه الاهلي النهارده، لكن ال 18 لعيب ادوا اللي عليهم وادوا دورهم وادوا دورهم بنجاح. لكن النهارده معانا نجوم من بعض من نجوم المنتخب، اتفضل يا كابتن. طبعا الناس كانت في ظهري ان انا اقدم الصوره دي، ان هو لا فعلا يا جماعه الجون دوت معانا، الجون ده مننا، من كل اللعيبه بصراحه، بما فيهم انا ممكن اقول يعني بكره حجاج عشان هما تقريبا يعني اقرب اتنين ليا في بحكم السن برضو لأ. يعني اكيد كانوا في ظهري على طول، اللي هو يا جماعه لا ده مش جون صغير، كانوا على طول بيدخلوني في المود ده، اللي هو لا انت مش جون صغير، لا انت جون تقدر انت تنزل وتأدي. مش عايز انسى كمان دور كريم هنداوي. كريم هنداوي بجد كان في ظهري لدرجه ان هو كان ازاي بيوصلني، اللي هو انت بتنزل الماتش انا في ظهرك، انت هتنزل الماتش هتكسبنا، انت هتنزل الماتش تدينا الثقه. ده بجد دي حاجه جميله، هي دي الروح الاساسيه. لا هو بجد الروح ده كمان كان موجوده في كل المنتخب، يعني في كل بوزيشن، في اي اتنين مثلا في مركز واحد، يعني مثلا بكار وكريم ايمن. لا يا جماعه هي دي الروح الموجوده، ده لعب شوط وده لعب شوط، طب ده لعب احسن من ده شويه، لا ده بيقوم شايل دوت وبيجري بيه لقدام، لدرجه ان احنا عايزين نوصل لحاجه. خلاص يا جماعه احنا عايزين نعدي بقى، احنا عايزين نعدي المرحله اللي فاتت دي، عايزين نعمل انجاز بجد. هايل يا عصام والله. الروح اساسيه، بس انت رجعت لنا زمن مختلف بصراحه. عندنا نجوم كبار عشان ما ننساش، اذا كان علي زين، اذا كان يحيى الدرعي، اذا كان عبد الله فيصل الصغير، بس انت رجعت لنا اخذتنا لورا كتير، ايام ما كانت الباكات تفتي بتشوط من بره على 10 متر جوه الملعب. رجعت ازاي؟ اللعيبه عملت معاك ايه عشان تخش من مراكز وترجعنا للشوط الجميل ده؟ والله كنت شغل حراك على حاجه، هو الموضوع يعني انا الحمد لله، يعني بيقولوا ان انا الحمد لله من صغري بعرف ان انا ايه يعني اعمل الحته دي، يعني الحمد لله. الحمد لله طبعا. بغض النظر ان جيم او مش جيم، الحمد لله هي يعني حاجه موجوده، دي حاجه موهبه فيك بالظبط، فانا بقدر الامكان بحاول ان انا استغلها. بغض النظر بقى انا لعبت قد ايه، يعني انا معروف عمر حجاج بينزل يشوط، انا هاخد الكوره يتعمل لي شغل بسيط وادخل اشوط بس. فالواحد يعني بقدر الامكان كان بيحاول ان هو ايه يعني يوصل للراجل عايزه، ان انت انزل شوط. هو كان بيجي يقول لي كده بالظبط، اللي هو حجاج انت تشوط بس بومبا. هو كده يعني كان بيعمل يا عمر بومبا شوت بومبا شوت بومبا، يعني كان بيقول شوت بومبا ولا ايه؟ حجاج بومبا بومبا تمام. بس فيعني دي حاجه الواحد لازم يعني لازم يستغلها. بس فعلى قد ما كنت بلعب دقيقتين ثلاث دقائق تنزل اعمل شغلي والحمد لله وخلاص. انت شايط 12 كور سبعة اجوان ما شاء الله عليك، الحمد لله. حاجه بص يعني لو جبنا هم كانوا ممكن يبقوا اكتر، كنت شويه بس لو لعبنا يعني شويه يعني الحمد لله ان شاء الله. الحمد لله والف مبروك. سيستم جديد ونظام جديد هو المنتخب المصري تمام مظبوط طبعا. اللعيبه اتاقلمت بسرعه سريعا ولا اللعيبه اللي كانت موجوده من اول شهر سبعة خدت وقت طبعا، بس يعني وصلت لمرحله من التاقلم كويس. بس طبعا عشان عندنا ناس محترفه
عقبال ما دخلوا في السيستم يعني خدوا يعني كان الموضوع صعب شويه، وهم بصراحه كانوا يعني مجتهدين لدرجه كبيره لدرجه ان هم دخلوا في السيستم معانا بسرعه. السيستم مش سهل، محتاج تمرين كتير، يعني يمكن احنا كده بنقول دي البدايه بتاعت السيستم، احنا بالزبط. لسه ما عملناش حاجه، لسه ما بقيناش متمرسين في السيستم زي ما بيقولوا، احنا لسه بنبتدي السيستم وعملنا نتائج كويسه. بتهيألي ان احنا لو كملنا بالسيستم او انت يعني اكيد لما واحد بيبتدي في حاجه ويبقى خبره فيها كتير بيبتدي يبقى حرفي فيها زي ما بيقولوا بالظبط. فاحنا لسه في الاول ولسه ما بقيناش حرفيين كمان. بدايه بدايه بالظبط. لازم اسالك عمر سؤال مهم جدا. عمر هو سؤال ليه مصر باكات بتشوط؟ يعني رجعت لنا الموضوع ده، بس الوينج دايما مش شايفينه، يعني دايما ما بندخلوش الوينجات في مشكله. والله كوتش هو يعني دايما مش شايفين الحته دي. والله كوتش هو يعني دي كانت نقطه نقاش ما بيننا، يعني ما بيننا احنا الباكات وما بين الوينجات سواء رايت او ليفت. تمام. بس قول له نقاش نضحك على بعض. لا بس والله حجاج كان سالك على الوينج ليفت. حجاج بومبا اتفضل يا عمر. هي الفكره كوتش ان هي بتبقى على حسب كل باك، يعني في باك بيعرف يشغل الوينج بتاعه وفي باك ما يعرفش يشغل الوينج بتاعه الا لو هو اشتغل الاول. وفي باكات طبعا الناحيه الشمال بالنسبه لها دي موضوعه، وللاسف انا واحد منهم. بص اعترف على الهوا، هو قدامك هو مش شايفه خلاص قصير برضه مشكله معايا هنا وهناك. بس هي طبعا لا اكيد يعني لازم الواحد طبعا يعني الفتره لازم يكون حل في المرحله اللي جايه. طبعا لازم أكيد. لازم لان احنا عندنا بكار مثلا ما شاء الله يعني لا عليه اعتماد كبير وليه دور كبير، فلازم يبقى موجود جوه الماتش اكيد. عيطت ليه بعد ماتش المجر؟ والله هو الموضوع ادوا كاس احسن لعيب وانت عيطت بعديها. مصر قالت هو زعل ان هو خدش كاس احسن لعيب. لا بصراحه لا 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 خالص والله، مع ان حصلت حركه اقوى منها كتير. لا خالص والله العظيم بالعكس. انا اصلا يعني احنا من ساعه ما الصفاره اتصفرت بتاعت الماتش واحنا خلصوا تعادل انا بدمع. هو انا ما عيطتش يعني بدمع. ده الكاميرات كلها جايباك معيط. انا لا يعني شايفك متعيط. يعني لا والله هو فعلا من اول ما الصفاره خلصت اتصفرت قبل حتى ما يقولوا موضوع مان اوف ذا ماتش والكلام ده. الكلام ده اصلا يعني يعني معنوي، حاجه معنويه يعني حاجه حتى بين الفرقه، حاجه معنويه اصلا. حسيت ان انا تعبت فترة كبيرة وخدت مجهود جامد قوي بجد وعملنا مجهود كبير. حسيت ان انا في ان انا بشوف النجاح قدام عيني، يعني حسيت ان احنا لا بنوصل يا جماعة. لا يا جماعة احنا مش بعيد يعني. المجر احنا عملنا عليها ماتش جامد قوي طبعا، فرقة جامدة جدا طبعا. لا يا جماعة احنا مش بعيد. انا اللي خلاني ادمع كده ان انا حسيت ان انا تعبت جدا. صورتك واحد، بص انا عايزك تتفرج على الصورة دي اهي، الراجل جابها لك على طول عندنا. بص الصورة اهي، دي حكايه كبيره حصلت بعد الورا، بس فعلا عملت حاجه كويسه. قول لي حكايه الصوره دي. انا بعد ما الماتش خلص انا مبدئيا دمعت زي ما بقول لحضرتك، انا حسيت ان انا تعبت جدا ومجهودي باين. النجاح بالظبط كده. بعد ما وقفنا كلنا مان اوف ذا ماتش علي زين. علي زين عمل ماتش كبير جدا دي حقيقه. كلكم صراحه كلنا، انا مش عايز انسى حد بجد. كلنا عملنا ماتش فوق الخيال. خلاص ما كانش في اوبشن تاني غير ان احنا نكسب او خلاص بقى يا جماعه احنا حلم قدامنا. لو حصل كان في خساره كانت مصر خلاص احنا طلعنا على طول بره ال 12. وبدل ما احنا كنا بنطلع سلالم كنا هننزل مليون سلمه. فالمهم بعد الماتش جه علي زين، مان اوف ذا ماتش علي زين يا جماعه وبتاع. علي زين انا بالنسبه لي ده كان اهم حاجه في حياتي، يعني مش اهم حاجه، يعني هو علي زين لعيب كبير عرف ازاي ان هو يدخل لعيب صغير في 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 الجو وفي ويديني الثقه اكتر. الصراحه كل لعيبه كانت بتديني الثقه، يعني انا مش عايز انسى حد. موضوع علي زين ده اختلف 180 درجه، حاجه معنويه فوق الخيال. اللي هو لعيب كبير زي علي زين حس ان انا عملت حاجه كويسه. وان خلي بالك ان احنا كنت على الهوا ساعتها وقالوا ايه، كل الناس اجمعوا ان انت مان اوف ذا ماتش، ولقينا علي زين. خلي بالك كلكم نجوم، ولقينا علي زين الراي العام على السوشيال ميديا ساعتها قال لك دي ناس ظلمه ازاي بتدوش عصابه الطيار. فبعديها على طول قام علي زين مديك. طب انا اقول لحضرتك على حاجه والله، ده بجد بقى. انا بالنسبه لي ماليش دعوه خالص بنظره اللي هو مين شايف مان اوف ذا ماتش. انا بالنسبه لي اهم حاجه، اكيد حضرتك عارف الموضوع ده، ان اللعيبه
خلاص يا جماعه انا شايفين ان احنا قدرنا مجهود الراجل ده ان احنا ادينا الثقه في الراجل ده ان لعيب صغير يطلع وياخد الثقه من اللعيبه دي يعني بالنسبه لاي حد دي بمليون اي يعني حاجه معنويا بمليون مليون هديه ومليون اي حاجه بجد. اصعب وقت عندك ايه في جوه بطوله العالم؟ اصعب وقت في بطوله العالم هو اصعب وقت وفي نفس الوقت هو احسن وقت إيه عدى بينا بعد خساره تاني ماتش. بعد خساره تاني ماتش سيبنا وخساره تاني ماتش كانت عامل نجاح لقدام بالظبط كده بالظبط كان بجد الناس زعلت كتير بصراحه بس يعني. الناس زعلت بس كان في حاله في المنتخب يا جماعه لا الناس دي رجاله لا بجد بجد الناس دي انا بالنسبه لي ده اول موقف اتحط فيه مع المنتخب موقف صعب بس بجد بعد الموقف الصعب ده لا يا جماعه الناس دي رجاله الناس دي عرفت تلم نفسها الناس دي عرفت ازاي تبقى كتفها في كتف بعض روحك. انا عجباني روحك دي والله ربنا يكرمك يا عصام طموح الشعب المصري وديتوه في حته تانية انتوا اللي عملتوه الناس لما كنتوا بتلعبوا النرويج ودنمارك الناس بتخرج بعد ماتش بتقول احنا ما كسبناش ليه انتوا اللي عملتوا الحاله دي رايك ايه في الكلام ده والله يا كوتش هو يعني انا شايف ان احنا وصلنا لمرحله متقدمه جدا ان احنا بنعمل ماتشات كويسه على الناس دي الناس دي احنا كنا بنبقى نازلين من قبل من واحنا في الفندق احنا حاطين في دماغنا ان احنا نازلين خلاص احنا الماتش كل واحد هيلعب شويه وبتاع وبعد كده خلاص كنا نازلين بننزل الماتشات ده كنتش حاطين في دماغنا ان احنا لا احنا نازلين نلعب مع الناس دي احنا نازلين ند بند اللي هو لا احنا راس براس هم مش ناقصين حاجه هم متمرنين واحنا متمرنين الناس كانت مشكلتها في ماتش النرويج ان انتوا كسبانين 3-0 في اول الماتش زي ما حسبتوش على المكسب والله كنتش مش عارف يعني مش عارف يعني شايف يعني المرحله اللي جايه نقدر نعدي ونكسر الحاجز ده طبعا كوتش يعني انا بقول لحضرتك احنا اتمرنا بالنظام اللي الراجل عامله اربع شهور مثلا او ثلاث شهور وشويه ما بال حضرتك بقى لو الموضوع بقى يعني خلاص بقينا متمرسين في طريقه الدفاع وطريقه الهجوم وكل واحد ملتزم بالتكتيك بتاعه وكل واحد بيضغط في المكان اللي المفروض يضغط فيه لا اكيد الموضوع هيختلف طبعا كتير عمر عايزك تقول كلمه بجد صراحه يعني كثير من الناس في نجاح حصل لكن انت عارف الشعب عندنا او الناس عندنا في قله من الناس المنتمين لكره اليد دايما بيتكلموا يقولوا اصل كنا نكسب اصل كنا نقرب اصلي لازم كان الخواجه يغير لا اللعيب ده شاط كره وحشه تقول لهم ايه بعد ما وصلت المركز الثامن لا انا هقول حاجه هو قول. اي مكان في اللي بينتقده وفي اللي بيقول عليه حاجه كويسه كويس دورنا احنا ايه دورنا احنا ان احنا احنا شايفين هدفنا قدام مش شايف حاجه تانية انا ماليش دعوه بقى مين بيقول اصل ما هو المفروض كان يطلع اصل انت المفروض كنت تعمل كذا انا بشوف اخطائي اللي انا بعملها في ماتش وراجع نفسي وما اعملهاش بعد كده ده اللي انا بشوفه انا ما ببصش على الناس اللي تقعد تقول اصل هو عمل كذا اصل هو كان المفروض يطلع ده برافو عليك اصل المفروض كان يعمل كذا عجبني الرد بصراحه يعني هو عصام هتاخدونا لحاجه تانية احنا يعني عندنا كذا كذا جزء في الحلقه لسه عندنا نجوم داخلين فعايزين بس برضو بعد ما نخلص منتخب مصر دلوقتي حالا هننقل نقله مهمه وهي النادي الاهلي كابتن عصام 7 لعيبه منتخب مصر ما لازم نقول الحقيقه خسرنا بطوله افريقيا اللي جاي ايه في النادي الاهلي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي هو ده الاهم بالنسبه لجماهير النادي الاهلي عايز اقول ان الفتره الجايه في النادي يعني ممكن الفتره اللي فاتت ديت كان يعني مش عايز اقول كان دروب يعني مش دروب يعني ما فيش حاجه اسمها دروب بس هي يعني ومش عايز برضه اقول ان الرياضه مكسب وخساره عشان الاهلي معودنا ان الرياضه الاهلي بيكسب الاهلي مكسب مكسب كده كده ودي كده كده الروح على فكره اللي بين اللعيبه يا جماعه احنا هنكسب الفتره الجايه ان شاء الله فتره هتبقى كويسه عندنا داخلين على ماتش السوبر مع الزمالك خسرنا السنه اللي فاتت بالظبط ما كانش فيه دوافع ما كانش فيه حظ السنه دي في الدفع ان احنا عايزين نلعب كاس عالم انديه كاس عالم السنه دي انديه في السعوديه بالظبط يعني في الدفع الكسبان هيروح والناس نفسها تروح انا واحد نفسي اروح انا عمري ما رحت كاس عالم انديه توكلنا على الله ان شاء الله في بطوله افريقيا بتاعت كاس الكؤوس دي هتبقى بطوله قويه جدا في الدوري وفي كاس احنا داخلين على مرحله جديده مرحله التحدي احنا ممكن نكون الموسم اللي فات خسرنا بطوله او بطولتين بس ده نتيجه المكسب عظيم تاريخي الموسم كويس. اللي قبليه 5 بطولات حصل الكعبله شويه خسرنا بطولتين الموسم اللي فات الموسم ده ناويين
خلاص توكلنا على الله 100%. بص انا عايزك تزقهم من ورا توكلنا على الله خلاص هتشيلك كل حاجه. انا بقول لك على الهواء قدام الناس عمر الروح مهمه جدا، لكن تقول ايه لجماهير النادي الاهلي اللي مستنيه مكسب فريق كره اليد؟ والله كوتش يعني ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم. ولا يعني مش عايز تقول كلام حاسب عليه. لا 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 خالص لا خالص لا والله خالص لا والله خالص يعني بالروح اللي موجوده في اللعيبه. لا ممكن اقول حاجات ناس عايزه تعوض جدا. ناس عايزه تعوض كوتش ناس عايزه ناس عايزه تعوض كل الناس تفكيرها كده كوتش كل الناس تفكيرها كده. لان احنا لا احنا الموسم اللي فات احنا يعني ما رضيناش حد. لا الموسم ده لازم ربنا يكرم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقكم. كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي كابتن عمر. لا ان شاء الله البيع عندنا. ان شاء الله. انا سعيد انت كنت معايا ودايما مزيد من التالق كابتن عمر. كابتن عصام الطيار نجم كبير ان شاء الله. خلي بالك انا بقول لك اهو الجول كيبر عليه عامل كبير بالنسبه للجماهير. سيبهولي سيبهولك معاك. انا عارف انت هتظبط كويس. انا عارف ان عمر هيظبطك كويس. كابتن عمر حجاج نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا كابتن. في اخر لقائي مع الكباتن الكبار ببارك لهم وببارك لمنتخب مصر. هنخرج لفاصل ونرجع لاثنين من نجوم الجهاز الفني والطبي في منتخب المصري. فاصل وترجعوا مره ثانيه.